بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 128. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الموت والحياة، وجعل الدنيا مزرعة للآخرة، وجعل بني آدم مستخلفين في أموالهم تنتقل منهم إلى غيرهم بوفاتهم عن طريق الميراث. والصلاة والسلام على نبينا محمد، بيّن أحكام المواريث وحث على تعلمها وتعليمها لحاجة الناس إليها. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نواصل الحديث معكم ونخص في حلقتنا هذه وما بعدها من الحلقات إن شاء الله التحدث عن أحكام المواريث المسمات بالفرائض، وإن ذلكم لموضوع مهم وجدير بالعناية، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي، رواه ابن ماجه. وفي رواية: فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، رواه أحمد والترمذي والحاكم. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهمل هذا العلم في هذا الزمن ونسي، فلا وجود لتعليمه في المساجد إلا نادرا وعلى صورة لا تكفي، ولا يوجد تعليمه في مدارس المسلمين إلا في بعض الجهات التعليمية على شكل ضعيف لا يفي بالغرض ولا يضمن بقاء هذا العلم. فيا معاشر المسلمين، هبوا لإحياء هذا العلم والحفاظ عليه في مساجدكم ومدارسكم وجامعاتكم، فإنكم بأمس الحاجة إليه وستسألون عنه يوم القيامة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. وعن عمر رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال عبد الله: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عن الفرائض إنها نصف العلم أن للإنسان حالتين: حالة حياة وحالة موت، وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، بينما يتعلق باقي العلم بأحكام الحياة. وقد صارت نصف العلم لأنها يحتاج إليها الناس، وقيل في معناه غير ذلك، والمهم أن في ذلك توجيها للاهتمام بهذا العلم. ويسمى هذا العلم بالفرائض، وهو جمع فريضة مأخوذ من الفرض، وهو التقدير، لأن أنصباء الورثة مقدرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه. وعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها. أيها المستمعون الكرام، إنه يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق، يبدأ منها بمؤونة تجهيز الميت من ثمن كفن، ومؤونة تغسيل، وأجرة حفر قبره ونحو ذلك، ثم تقضى منها ديونه، سواء كانت لله كالزكوات والكفارات والنذور والحج الواجب، أو كانت الديون للآدميين، ثم تخرج وصاياه بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل، ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل. يقدم أصحاب الفروض، فإن بقي شيء فهو للعصبة، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. أيها المستمعون الكرام، لا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي، وذلك كفر بالله عز وجل. قال الله تعالى: تلك حدود الله، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره: والإشارة بقوله تلك إلى الأحكام المتعلقة
والمتقدم إلى الأحكام المتعلقة بالمواريث، وسماها الله حدودا لكونها لا تجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها. من يطع الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية كما يفيده عموم اللفظ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى أن قال رحمه الله: وأخرج ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. فمن تصرف في المواريث عن مجراها الشرعي فورث غير وارث، أو حرم الوارث من كل حقه أو بعضه، أو ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث كما في بعض الأنظمة القانونية الكفرية، فهو مخالف حكم الله سبحانه وتعالى في جعله للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو كافر مخلد في النار والعياذ بالله، إلا أن يتوب إلى الله قبل موته. فإن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء والصغار من الميراث ويجعلونه للذكور الكبار الذين يركبون الخيل ويحملون السلاح بزعمهم، فجاء الإسلام بإبطال ذلك. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهذا لدفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار. وفي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، في هاتين الآيتين إبطال لما عليه بعض الجاهليات المعاصرة من تسوية المرأة بالرجل في الميراث محادة لله ورسوله وتعديا لحدود الله. فالجاهلية القديمة منعت المرأة من الميراث بالكلية، والجاهلية المعاصرة أعطتها ما لا تستحق، ودين الإسلام أنصفها وكرمها وأعطاها حقها اللائق بها. فقاتل الله الكفار والمنافقين والملحدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.